كامل خاوي، الناس كلشي ماشي بحالو، كلشي راه كيجمع السلعه ديالو يمشي بحالو، ما كاينش الرواج وكاين الفراسه، الشارع كامل عامر بالفراسه، راه حنايا دارنا ودارنا على هادشي. كنا كنجيبو السلعه كنبقاو نشوفو فيها هنايا، والسوق ما بقاش خدام بحال الاول مره. كيقولوا لنا السوق خدام، باش خدام هاد السوق؟ السوق هو خاوي، خاوي ها هو خاوي، جيو السوق جبروه خاوي حاليا، دابا خاوي. 3 سنين وانا صابر، 3 سنين وانا كنتقاتل عليك كراد الدار وعليك كراد هنايا، في الاخر حرت ما نكذبش عليك. المشاكل اللي كنعانيو منها في هذا السوق هو انا كلشي خوان مشى بحالو كيبيعو في الشارع، كلشي خرج التجار خرجوا يبيعو في الشارع، انت هنا كتشوف كما كيبان لك هنا راه كلشي خاوي، باقا غير المحل ديالنا هو اللي باقي محلول تمايا. حنا كنطلبوا المسؤولين يشوفوا لحالنا هادشي هذا، لان راه حنا مضرورين بزاف من هادشي هذا اللي كيعملوا لنا، راه السوق كامل خاوي، الناس كلشي ماشي بحالو، كلشي راه كيجمع السلعه ديالو يمشي بحالو، ما كاينش الرواج وكاين الفراسه، الشارع كامل عامر بالفراسه، راه حنايا دارنا ودارنا على هادشي، لان كلشي كلشي كيقول لك اليوم راه هذاك خرج يبيع في الشارع، انا نخرج يبيع في الشارع غدا، راه جا الدور غدا يجي الدور تاع ليا نخرج نبيع في الشارع، اذا هاد الاستفاده اللي استفدنا اذا ما نفعت حتى حاجه، الفلوس اللي خسرات الدوله بجهازات هادشي هذا راه ما كاين والو. مطالب ديالنا حنا كنطلبوا السلطه، لان تجي تشوفنا الحال ديال هادشي هذا، الناس اللي ما باغيينش يستل اللي ما باغيينش موحل، تشوف السلطه اما تسحب لهم الاستفاده اما تشوف لهم شي حل، لان ملي عطات له الاستفاده وما باغيش يجي يستافد، وحنا بوحديتنا راه جالسين هنا، راه اذا ما السوق غيبقى هايده وغادي يرجع اكثر، وكتشوف راه السوق عامر عامر رجع خاوي، كتشوف راه الواد ها هو النسمه ديال الريحه ديال الواد من هنايا بنت ديال الطوب، السوق خاوي، خصنا نشوفوا الحال ديال هادشي هذا. والسوق راه مقصول مره، السوق ما بقاش بحال الاول الصراحه، في الاول كنا كنديو بركه ديالنا الصراحه، فهمتيني؟ كنا كنعمرو التيكان ديالنا، المهم التيكان كنعطيو التيكان كنجيبو السلعه، الحمد لله هو هذا كنخلصو هاد السلعه، وتا حنا كنديو بركه ديالنا. مؤخرا من نهار جات الجائحه كورونا ما بقاش السوق بحال الاول، فهمتيني؟ كنا كنجيبو السلعه كنبقاو نشوفو فيها هنايا، والسوق ما بقاش خدام بحال الاول مره. الدنيا وخا الناس مستافدين هنايا في السوق ما كيجيوش يعمروا، كيشدوا المحلات ديالو، والناس كطلع فوقي كتجبر الدنيا، كتفرج كتجبر الدنيا عمره، الناس ما بقوش كيوصلوا لهذا السوق هذا، كلشي رجع خدام فوقي، رجع السوق دابا كيصفر، كلشي كيسعى، بزاف د الناس هنايا ما كيتفتحوش مره، 30 درهم باش كارين هنايا كارين 90 فرانك، يعني 30 درهم في النهار ما كيرخصوها شي مره، ونتينا كتشوف دابا روينا السلعه عندي هنايا، 3 سنين وانا صابر، 3 سنين وانا كنتقاتل عليك كراد الدار وعليك كراد هنايا، في الاخر حرت ما نكذبش عليك، دابا بات لي هاد يومين جمعت هاد السلعه ديالي هيدا، ندبر على شي موطع اخر، ما بقاش هنا ما نكذبش عليك، يعني هاد السلعه ما يسلكنيش، انا عييت ما نقاتل، عييت ما نسلف فلوس. عيس ما نهضر مع الناس في كازا كيعطوني السلعه، يعني كيعاونوا معايا، فهمتي؟ انا كشاب خصني نتعاون، خصني حتى انا نبيع ونشري، فهمتي؟ خصني نوقف راسي، في الاخر ما كاين والو، هرسونا ما نكذبش عليك، هاد جائحه كورونا زادت كملت علينا، ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه، كتعيا ما تجيب السلعه ما كتفتحش مره، كتبقى كتجيب السلعه انت كتشوف خوي تما حال، وخصني نخوي حتى هذا، ما كاين حتى شي حاجه الصراحه، ما نكذبش عليك، فهمتيني؟ وخصنا شي حل. مطالب ديالنا هي يجيو يجريو على ديك الناس اللي فوق اللي مفارشين تما ما يبقاوش تما، وديك الناس اللي مستافدين هنا يرجعوا لهذا السوق هذا، فهمتيني؟ باش يعمروا معانا، باش يوقفوا معانا، انت كتشوف الزناقي كاملين مشدودين، 14 ديال الحانوت، 7 هايدا و7 هايدا كاملين مشدودين، كاملين هابطين الريد، وكتبقى انت هنا بوحديتك ما كيدخل عندك حتى شي واحد، فهمتيني؟ كتخرج من الشارع كتجبر بنادم بايع شاري ما كيخلص لك والو، لا والو، كتجي هنا كتخلص 1000 درهم ديك الكرا، ما كتبيع، ما كتفسح، كيجي خانا مول لك راه ما كتجبرش حتى ديك 1000 درهم اللي كتعطي له مثلا، فهمتيني؟ وغارقين بالكريديات، ما لا اله الا محمد رسول الله، هادشي راه نقول لك الصراحه، فهمتيني؟ ها واحد التاجر الملابس خارج، علاش غيخرج حنايا؟ لكن المسؤولين كيشوفوا النقط ديالنا اللي كنحسوا بها حنايا، كيقولوا لنا السوق خدام، باش خدام هذا السوق؟ السوق هو خاوي، خاوي ها هو خاوي، جيو السوق جبروه خاوي حاليا، دابا خاوي، ما كاين فين خدام؟ كيجيو جو الحبات ديال الناس اللي كيجيو متلوفين ماشي تم الحي، كيجيو من السيارة من الزاودية ومن جميع بعادين إلى الحي، علاش؟ بائع متجول دالع، بائع متجول دالع في الشوارع.
وانا تبع مشى جو المستفيد، راه عنده مستفيد مستفيده المسؤولين الله يجازيكم بخير. هذا المسؤول هذا المستفيد اللي كيبيع الشارع راه مستفيد، شوفوا له اللائحه ديالو عتعرفوا حنا سيدنا الله يجازيه بخير. كنشكروا على المبادره اللي عطات الاسواق كامله، الحمد لله ما خلى حتى شي واحد في الشارع، كلشي مستفيد. علاش حنا دوك الاسواق اللي حنايا اللي عملوا جلاله الملك علاش ما يكونوش عامرين؟ هو البارح هو كيغوت داك المستفيد، البارح كيضرب كيغوت على القايد وعلى الجمعيه خصو يستافد، ودابا حاليا استافد باع او لا ماشي شغلنا حنا فيه، هذاك مشكل ديالو. المهم حنايا ما خصناش استافد، خصنا يبقى مطعو ماشي يعمل لك كاري كاري. واخا نقولوا مسكين ها هو جا، علاش ما استافدش هذاك؟ علاش ما استافدش هذاك اللي ما حقه خصو يستافد؟ داك كاري اللي خصو اللي كاري دابا حاليا هو اللي خصو يستافد، علاش اخور؟ ماشي ديالو، ماشي في الدومين ديالو، ما كيعرفش يبيع، ماشي بيع، ماشي في الدومين ديالو، واش خلا ما كيعرفش يبيع الملابس وعطيه يستافد؟ ما يمكنش. واش خلا ما كيعرفش يبيع بطاطا وعيستافد؟ واش خلا ما كيعرفش يبيع بطاطا الحوت وعيستافد؟ حنا خصنا مول القطاع يستافد، اي قطاع اللي عنده القطاع يستافد من داك القطاع هذاك. واش حنا انسان جالس في الدار جا استافد؟ شنو هذاك؟ شنو في النظريه ديالكم نتوما المسؤولين هذاك شمن دومين عنده؟ هو ما كيعرف يعمل والو، اي جالس التاكسي بارادا غنعطيه حنا استفاده، اولا شي قطاع اخر من غير هذا المسؤول عنده شي حاجه من غير هذا الشيء هذا، ما يعرفش يستافد هذا السوق. علاش السوق كيتهرس؟ هاد الناس هادو اللي هاد الناس هادو اللي ما عندهمش اي قطاع. علاش حنايا؟ حنا ها السوق ديالنا ها هو هنايا، ها هو الناس جي دور في السوق عجبر اللي عنده ولد الدومين جديد كيضحي ماديا ومعنويا كيموت في السوق، هاو كيموت 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 في السوق عرق بعرق، وما يقدرش يتخلى على السوق. علاش؟ ولد المهنه ما عندوش شي دومين اخر. هاي انا ولد المهنه، انا عندي 30 سنه في الدومين، ما نعرفش ما عندك نعرفش من غير ما عرفتش كفه فروطه، ما نعرفش نبيع شي حاجه، ولا 35 سنه في الدومين ما نعرفش نمشي شي حاجه اخرى. علاش ما عندي حتى شي؟ علاش فتحت عيني في بيع وشرا؟ قرينا ما قريناش، جينا نبيع وشرا اللي خلونا الوالدين ديالنا الله يرحمهم ويوسع عليهم. المطالب ديالنا هي المسؤولين يشوفوا هذا الباعي متجول اللي مستفيد، واللي مستفد يعطيوه، اللي ماشي في المستوى ديالو استفاده، والاسواق اللي عطا جلاله الملك الله ينصرو عطاه من بائع متجول واستفد. هذا البائع متجول وخواه هاد الاسواق، خصنا نعرفوا علاش خواه هاد الاسواق، خصنا نعرفوا. سالوا قربوا عندكم التجار المسؤولين، تحاوروا مع الناس مع التجار، تحاوروا معاهم، تخليهم شي بعادين عليكم. اي مقاطعات تعيط للمسؤول التاجر تقول له اجي قرب من عندي، اش عندك؟ علاش خوتي السوق؟ شنو هو الاسباب ديالك؟ باش كيحققوا لك شنو كاين؟ دابا حنا علاين خوات السوق؟ دابا حنا علاين؟ دابا حنا علاين خو؟ 22 اللي خواو وكثار، نجبروا كثار. دابا حنايا علاين خوات السوق؟ المسؤولين كيقولوا لنا احسن سوق، هو ما عايشين اللي كنعيشوا حنايا، باعي متجول قضى علينا، باقينا غنخو السوق، شدوا عاود بحال اسواق اخرى، حنايا لا ما نقدروش، حنا ما عندناش شي حاجه اخرى، كنعرفوش نخرجوا الشارع يجي المسؤول يتطلي في السلعه، وجهي ما كيعطينيش الكرامه ديالي، خصني نبقى مطعي وندافع على حقي، ولكن كنتمنى المسؤولين يوقفوا معنا، يشوفوا لنا بعين الاعتبار. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.